لا 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 أحسب أن ما نمي إليك دقيق يا أبا عبد الله. ألست تقول بخلق القرآن؟ أجل، فهذه واحدة صحيحة. ألست تقول بأن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، ولكنه علامة الكفر؟ أجل، فهذه الأخرى صحيحة، فأين عدم الدقة في ذلك؟ ألا تسمع دليلي وتفسيري أولا يا ابن إدريس؟ النصوص القاطعة آكد الأدلة وأبينها. وقبل أن أسمع دليلك أخبرني عما تدعو إليه. أكتاب ناطق أم فرض مفترض أم سنة قائمة؟ ووجدت من السلف البحث فيه والسؤال؟ لا لا. فكيف إذن تبدي حججا لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ولم نسمع أن أحدا من الصحابة أو من السلف الأخيار قد خاض في هذه المسائل أو قبلها. أأخالف ما أعتقده؟ أين أنت يا بشر عن الكلام في الفقه والأخبار؟ فتكسب رضا الله ورضا الناس وتترك هذا. هل اطلعت على علم الكلام؟ أجل، طلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما عاقلا يقوله، لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. أما أنا فلي نهمة في علم الكلام. أتظن ردك هذا مقنعا؟ أقول لك قال الله تعالى وقال الرسول، وتقول لي نهمة في علم الكلام؟ أأنزل الذكر عليك من بيننا أم على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. تبدو لي رجلا عاقلا أيها المريسي، فدع عنك هذه البدع واتبع ولا تبتدع وارجع إلى الحق. فما أحد يترك كتاب الله وسنة نبيه لقول فلان أو فلان من فلاسفة اليونان. خذ مني يا بشر، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ماذا قلت؟ قلت اذني أيها المريسي يا بشر، بشر إن بقي على هذه الحال فلن يفلح أبدا. ما اتزر أحد بالكلام فأفلح، ولا ابتدع إلا ضل وأضل. اللهم اهده وأمثاله إلى طريق الحق، وجنبهم الشيطان وشركه. أهل الاعتزال يضلون ويضلون، بل ويعملون على استقطاب الكفاءات وأهل العلم. ما أعجب له أن شابا كبدر كنت أحسبه على علمي أبعد عن تفكيرهم، ثم أكتشف أنه واحد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم قوم لا ينقصهم العمل والتخطيط، وأحسب أن مرادهم لن يتوقف عند أهل الفقه والعلم، خوفي أن يصلوا إلى مواقع السلطة والقرار. لا أظن ذلك يا أبا زكريا، فالمعتزلة لا يهتمون إلى ذلك، لا سيما أن أمير المؤمنين هارون الرشيد يقرب أهل الحديث والفقه ويضيق على أهل الفلسفة وعلم الكلام. أزمان الأمم لا تقاس بعمر حكامها يا ابن نوح. إن عجزوا اليوم في عهد الرشيد فلن يعجزوا غدا في عهد غيره. ما يهمني الآن يا أبا المغيرة هو بدر، إنه شاب طيب وذو عقل وفهم، ويجب علينا أن نسعى إلى انتشاله من براثن أهل البدع والضلال. وما الذي نستطيع فعله حيال ذلك يا أبا عبد الله؟ نستطيع أن نفعل الكثير مع بدر وغيره،
أتريدنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى مسلما يودي بنفسه إلى الضلال؟ يجب أن ننبه الناس إلى الهاوية التي ينجرفون إليها، وسعينا إلى ذلك خير لنا من مدرسة مسألة أو مسائل في العلم. وما ينفع علمنا إذا لم نصلح به أحوال المسلمين ونرشدهم إلى الطريق الحق؟ تفضل يا أبو عبد الرحمن، تفضل. لماذا تضحك؟ لقد ذهبت لاصطياد الشافعي فأوشك على اصطيادك أيها المريسي. ظننت أن فيه خيرا. ما فحوى ما دار بينكما من حديث؟ دعك مما دار بيننا، تعرف ضلالات أمثاله. متى يرعوي أمثال هؤلاء عن شركهم؟ فأمثال هؤلاء عقبة كأداء في طريقنا. ما دام هارون الرشيد يمهد الساحات لهم ويضيق علينا فإنهم في مناعة من أمرهم. خسف الله الأرض بهارون وزبانيته، إنه يسيء للاسم الذي يحمله. كان الأجدر بأبيه المهدي أن يسميه فرعون لا هارون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. للباطل جولة يا بشر، ثم يمحق الله الكافرين على يد أهل الحق. اسمع يا أبا عبد الله، كنت أخذت رأي أبي العباس في أمر أنوي طرحه عليك. حالفك التوفيق في كل أمرك يا أمير المؤمنين. كنت أسأل عن رجل دين وعلم وخلق، حريص على قيام العدل بالميزان ويصلح لولاية القضاء، وإني والله والله لم أرى من هو أفضل منك، فما تقول؟ إنه لشرف لكل أحد ما تفضل به أمير المؤمنين، وإنه ليسعدني أن أكون عند حسن ظنك فأكون أول خاطر لذهنك، كما ويحزنني يا مولاي أن أعتذر عن ذلك إن رأى أمير المؤمنين قبول اعتذاري. ولما الاعتذار يا أبا عبد الله؟ لقد أخبرتك يا أمير المؤمنين إنما أنا رجل نظر نفسه لطلب العلم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن يشغلني عن ذلك أي شاغل. لما ذهبت إلى اليمن إذن؟ اليمن ذهبت إليها متعلما، ولكن علم أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف رحمهم الله أخذ بمجامع عقلي وتلابيب نفسي، فوددت المكوث هنا في بغداد لكي أستزيد من علمهما، وقررت أن أنقطع لا لشيء إلا لطلب العلم. فأنت ترفض تولي منصب القضاء؟ إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني. وأمير المؤمنين لن يقف بينك وبين رغبتك في فقه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولكن لي عليك شرط يا أبا عبد الله. أمير المؤمنين يأمر ونحن نجيب. ألا تنقطع عن زيارة مجلسي بين الفينة والفينة. لأمير المؤمنين ما يريد. بارك الله فيك. خيرا يا أبا عبد الله، ما الأمر الذي ألقيتني من أجله؟ لقد سمعت أنك تختلف إلى شيوخ أهل الاعتزال، ورأيت نصحك بما بيننا من الأخوة والدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
هؤلاء القوم ابتدعوا في دين الله وقالوا فيه مقالات لم يقلها من سبقنا من الصحابة والتابعين. وماذا نقل إليك من أقوالهم؟ كل سوء يا بدر. القرآن الكريم كلام الله، لكن المعتزلة يقولون لا، القرآن شيء مخلوق، قاصدين من وراء ذلك نفي العصمة عنه. يا أبا عبد الرحمن، احذر هؤلاء القوم أن يلبسوا عليك دينك، فالدين لا يؤخذ برأي ابن الأشرس ولا المريسي. صهيب أخبرك؟ لا يهم من أخبرني، واحذر الماحقة، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فالنجاة النجاة والحذر الحذر. اسمع يا ابن حنبل، أما ما أعتقده فذلك أمر يخصني لا شأن لك ولغيرك به، وأما ما قلته عن الشيخ بشر وثمامة بن الأشرس فذلك ما يجب أن تستغفر الله منه، فأنت لم تبلغ من العلم ما بلغه الرجلان، ومثلي ومثلك لا يدانيهم في العلم منزلة حتى يخوض في علمهما. إنما تعيبونه على هؤلاء لا يعدو ترداد أقوال المغرضين فيهم، ويكفي أن يكون فيهم خيرة الرجال حتى تعلم أنهم على الحق، وأن معداهم هو من يجب أن يراجع نفسه ويؤوب إلى رجده بعد غيه وضلاله. لقد جاوزت الحد يا بدر، جاوزته كثيرا، فأبو عبد الله لم يقصد لك إلا النصح، ولم يدفعه على ذلك إلا الحب لك والحرص عليك. أما ما قلته عن المعتزلة أن فيهم خيرة الرجال فلا أظن أنك أصبت كبد الحقيقة في هذا، فلا أعرف منهم رجلا واحدا يعتد به ويعول عليه. ألست أنت يا ابن نوح من قال إن ابن أبي دواد على اطلاع واسع يستحق الثناء؟ كأنك تناقض نفسك الآن. وما شأن ابن أبي دواد بحديثنا؟ من ابن أبي دؤاد هذا؟ هو رجل استأجر داري منذ مدة، وكنت قد عرفته على بدر، ولكنه كان يقصد أن هذا الرجل من المعتزلة أيضا. فهمت ما كان يقصد يا ابن حنبل، فهمت ما كان يقصد. أتريدين شيئا آخر يا أخي؟ شفية، منذ أن حدثتني عن تلك الجارية وأنت على هذا الحال، ما خطبك؟ لا شيء، غاية ما في الأمر أني لمست في كلامها صدقا وظلما أيضا، وربما تعاطفت معها حين، هذا كل ما في الأمر. ولكن لسان حالك يقول غير ذلك. أنا إن كنت أريدها أن تأتي إلى هذا البيت فلأجلك فحسب، لتقوم على خدمتك، وما دمت لا تريدينها فالأمر قد انتهى، نبحث عن غيرها. أنا لم أقل لك إني لا أريدها، ولكني أشعر أن وراء هذه الفتاة ما وراءها، وقد تجر علينا ما نكره وما لا تحمد عاقبته. الحق فيما قلت يا ابنة أبي، الأولى أن نقطع على المشكلات طريقها إلى دارنا. جزاك الله خيرا يا أخي. أعوذ بالله من مقت الله، كيف عرفت ذلك؟ كنا نحدث أحد الذين أغواهم المعتزلة، فأخذه الغضب بنصحنا وأشار أنه معتزلي. أشار إليك؟ أنا أرى ألا تتسرع في طرد الرجل، فإن لم يعترف بنفسه لن تتهمه بكلمة قالها رجل في ساعة غضب لتأليبك عليه. استعذ بالله من الشيطان، ولا تركض خلف الشبهات حتى تقيم البينة وتأتي بالدليل. أنا متأكد من أنه من المعتزلة، ولن يبقى في بيتي من فسدت عقيدته وزاغت أفكاره. إن كنت تظن أن الرجل معتزلي فدعك منه، طالما أنه لم يجاهر ببدعته
ولم يدع الناس إليها، عليك بهجره حتى يفعل الله ما يشاء، واستبرئ لدينك. ما رأيك يا أبا عبد الله؟ أنا مع ما قاله ابن معين، الشك لا يزول إلا في اليقين. أيها الإخوة، لا تليق مسائل علم الكلام بهذا المكان. من كان لديه سؤال في شؤون حياته فليسأل، وليترك الخوض في مسائل القدرية والجبرية والمعتزلة وبدعهم، فهذه لها مكانها الذي تستحقه. ولكنهم يقولون إن القرآن مخلوق يا شيخ، فبماذا ترد عليهم؟ قلت لا جدال في هذا المكان، وهذا السؤال لا يطرح على الملأ ووسط العامة يا أخي، لأنه سؤال ملبس في ذاته، والجواب عليه ملبس على الناس. ولكن أجيب قولا واحدا، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر بآيات الله والله أعلم. فمتى نحظى بشرف مجالستك لنعرف أكثر عما تقول في من يقولون إن القرآن مخلوق؟ داري مفتوحة لمن أراد علما لا جدالا. اسألوا عن بيت شافعي، وعلى الرحب والسعة لمن جاء متعلما معلما لا مجادلا. بارك الله فيك أيها الشافعي، ولكن هل تكرمت علينا وشرفتنا بزيارتك لتتبارك دورنا بك، ويستمع إليك إخوة آخرون لنا؟ ففي دارك يا شيخ لن نعدم زائرا أو مقاطعا، وبهذا لن نحظى بتفرغك لنا. قبلت إلحاحك على دعوتك أيها الرجل، متى شئت. إذا شئت يا شيخ ذهبنا الآن. لم لا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. منذ متى يحدث هذا يا ابن الربيع؟ يبدو من التواريخ يا مولاي أن ذلك يحدث منذ زمن. منذ زمن؟ وأين كنت نائما عن ذلك؟ لم أكن نائما يا أمير المؤمنين، ولكنك تعرف. أعرف ماذا؟ أعرف ماذا وأنا لا أعرف ما بين يدي؟ أعرف ماذا وأنا أمير المؤمنين؟ تعرف يا مولاي أن ابن الربيع لا يكاد يجرؤ على مفاتحتك في أي شأن يخص أبناء يحيى البرمكي حتى تردعه عن ذلك وتوقفه عند حده، وكلما أردت مفاتحتك في شأن يخصهم غضبت ومنعتني، فلم أجرؤ على طرح الأمر عليك حتى تكون في يدي الحجج والأدلة التي تشهد على سرقات الدواوين تحت حجج واهية وادعاءات كاذبة. وها هي الوثائق أمامك يا أمير المؤمنين، تثبت بالدليل القاطع أن البرامكة أوشكوا على ترك خزينة الدولة خاوية يا مولاي. وما حاجتهم إلى ذلك؟ إنهم يأخذون من بيت مال المسلمين ما يكفي لإطعام مدينة بكاملها، ما حاجتهم إلى ذلك؟ ما أعرفه يا مولاي أن هنالك علاقة مريبة بين جعفر البرمكي ويحيى بن عبد الله الطالبي. أي علاقة بين جعفر البرمكي وذلك الطالبي؟ ألم يكن يحيى سجينا عنده؟ بلى يا مولاي، ولكن أظن أن ثم أمرا يحاك في السر بين الطالبي والبرمكي. تبدأ أنت أم نبدأ نحن أيها الشافعي؟ أنتم وما تختارون، إن شئتم بدأت أنا أو أنتم لا يهم. نبدأ نحن. إن من أعظم الافتراء على الله مساواته بخلقه، وإثبات صفات كالسمع والبصر واليد والساق لله،
وهذا فيه تشبيه لله بخلقه، وقد جاء في القرآن ليس كمثله شيء. هذه واحدة. والثانية؟ الثانية إن من أعظم الكذب على الله ادعاء أن القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله، وبهذا تزعمون أن الله يتكلم كالناس، وفي هذا تشبيه لله بخلقه، وقد جاء في القرآن الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا، والجعل يعني الخلق. وجاء في القرآن أيضا الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فماذا تقول في هذا أيها الشافعي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، فأما تشبيه الله بخلقه فهذا أمر لا يصدر عن مسلم، وأما استدلالك بقوله تعالى ليس كمثله شيء فهو استدلال ناقص، فلو أكملت الآية الكريمة لوجدت الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر، في حين أنكم تقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر، فمن يفتري على الله الكذب؟ إن إثبات السمع والبصر لله فيه تشبيه ومعارضة للعقل، وقد اشتبه علينا. ثم من قال إن الفقهاء وأهل الحديث يقولون إن الله يتكلم كما يتكلم الناس؟ بل نقول الله يتكلم متى شاء كيف شاء ليس كمثله شيء. وأما قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، وقولك إن الجعل بمعنى الخلق، فهذا مردود عليه بنص القرآن، فإن الجعل قد يأتي بمعنى الخلق وقد يأتي بمعنى التصير، كما في قوله تعالى عن قوم إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أي صيرناهم أسفلين، فمعلوم أنه لم يخلقهم وهم أسفلون. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. وماذا تفعل بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ إذن القرآن مخلوق. أقول إن الله عز وجل قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فالله عز وجل يصف نفسه بأنه شيء، فهل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى مخلوق؟ وعلى هذا لا يلزم من قوله تعالى الله خالق كل شيء أن القرآن مخلوق أو أن الله جل وعلا مخلوق، كما لا يلزم من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت أن الله سبحانه وتعالى سيموت، بل المراد من ذلك أن أنفس المخلوقات ستذوق الموت لا محالة، أما نفس الخالق فلا يتطرق لها هذا. بماذا تردون؟ من كان يبحث عن الحق فأحرى به أن يتبعه دون أن يلتفت إلى من قال، فقد قال علي رضي الله عنه تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. أما من لج في العناد فيوشك أن يلقي بيده في التهلكة فيخسر دنياه وآخرته. أستودعكم الله.
نصحتك يا ابن بشرس بألا نناظره ولم تسمع النصيحة، هل أنت راض الآن؟ السلام على مولاي أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن عباس، اجلس. ما الذي يشغل بال أمير المؤمنين؟ قل ما الذي لا يشغل بال أمير المؤمنين؟ البرامكة؟ ليس الناس كلهم كالبرامكة يا مولاي. أنا لم أقصد أن الناس كلهم كالبرامكة، إنما قصدت أن البرامكة ككل الناس. فإذا أتى أمير المؤمنين على ذكرهم فثم سؤال يحيرني. تريد أن تسأل لماذا يعذر أمير المؤمنين البرامكة حتى لجوا في طغيانهم ومكائدهم وتمكنوا في ظل دولة الخلافة كل هذا التمكن؟ فليعذرني مولاي أمير المؤمنين، ولكن الشبهة التي حامت حول البرامكة لو أنها دارت حول فرد من أفراد البيت العباسي لما كان جزاؤه منك إلا الموت. ولكنك يا مولاي لا تفتأ تغفر لأبناء برمكة دسائسهم وتستر عليهم شنائعهم. إنما شأني وشأنهم يا أبا العباس كما قال المثقب العبدي، فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. السلام عليكم. يا محمد. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت؟ منذ مدة وأنت غائب، عسى أن يكون المانع خيرا. هموم الحياة والدنيا يا ابن أبي دؤاد. هموم الحياة لا تنتهي يا أخي، هلم بنا إلى البيت لنكمل حديثنا. معذرة فأنا اليوم مشغول. كأنك تتحاشى الحديث معي يا ابن نوح. أصدقني القول وما عهدتك إلا صادقا، أنقل الوشاة شيئا لك عني أغضبك؟ كأنك تخفي شيئا عني. من منا الذي يخفي شيئا يا ابن أبي دؤاد؟ لم أفهم ما تقصد يا أخي. كفاك مراوغة فأنت تفهم ما أقصد. لماذا تخفي حقيقة اعتقادك إن كنت مؤمنا بما تعتقد؟ مهلا 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 يا أخي مهلا. ما رأيك أن نكمل حديثنا في البيت ويسمع كل منا الآخر حججه؟ لا يا ابن أبي دؤاد، هذا فراق بيني وبينك. قد ارتقيت مرتقا صعبا يا طويلب العلم. هاتي ما عندك. أنت تعرف يحيى بن عبد الله الطالبي؟ ما به؟ أليس حبيسا في سجن جعفر البرمكي؟ يبدو أن جعفر البرمكي ويحيى بن عبد الله الطالبي بينهما صلة وثيقة. كيف عرفت ذلك؟ وما دليلك عليه؟ إن يحيى وإن كان في السجن إلا أن جعفرا حين يتأكد من مغادرة ثماره يأمر بإحضار يحيى، هذا في جو شديد التكتم، ويظلان ساهرين حتى صلاة الفجر، ثم يعيده إلى ما يجب أن يكون في محبسه. أواثق أنت من ذلك؟ كثقتي في وجودي أمامك. وما الحديث الذي يدور بينهما؟ لا أدري،
إن جعفرا لا يسمح لأحد من غلمانه أو جواريه بالدخول إليه حين يكون مع يحيى الطالبي. وهل يتكرر ذلك كثيرا؟ كل ليلة تقريبا. أليس هناك من حيلة نعرف بها فحوى ما يدور بينهما؟ ذلك علينا محال، فجعفر البرمكي يحيط الأمر بسياج من التكتم الشديد، وقلة قليلة من خدمه يدرون بذلك. على الرغم من كل هذه الحيطة والحذر، أريد منك أن تعرف ما يدور بينهما بدقة. سأفعل ذلك يا مولاي. كأنك كنت تريد أن تفضي إلي بشيء يا أبا عبد الله. أجل يا أمير المؤمنين، كنت أريد أن أستأذنك في العودة إلى أهلي. العودة إلى أهلك؟ وهل مللت البقاء معنا يا أبا عبد الله؟ مللت؟ من ذا يمل البقاء في جواركم وصحبتكم؟ لا يا مولاي لا، ولكن غيبتي طالت على أمي وزوجي وطفلي، واشتاقت لرؤيتهم نفسي. فإن رأى أمير المؤمنين خرجت من الغد إلى مكة المكرمة. أمير المؤمنين سيقمع رغبته في إبقائك إلى جانبه ناصحا وأمينا، وابن عم يملأ السمع والبصر فضلا وعلما. لن أقف بينك وبين ما تحب يا محمد. جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين. وأنا ما زلت عند رغبتي يا أبا عبد الله أن تلي القضاء، إن لم يكن هنا ففي مكة المكرمة. وأنا يا أمير المؤمنين ما زلت عند قولي الذي قلته لك من قبل، هذا إذا أخذت بقولي. كما تحب وترضى يا أبا عبد الله، كما تحب وترضى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليتك اكتفيت بنصحه ولم تقس عليه بالكلام يا ابن نوح. ربما أعماه غضبه عن مراجعة نفسه. إن يشأ الله يختم على قلبه. أما رأيت جواب صاحبه بدر ولما يتوغل في مذهبهم بعد؟ فما ظنك بابن أبي دؤاد وهو من هو من العلم والاعتداد بالنفس؟ إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب، كتب فلاسفة اليونان، أخذوها بلا نظر وطبقوا مقاييسها بلا وعي، وحكموا على أصول العقائد مناهج البشر. ولو ردوا أمرهم إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. هدانا الله وإياهم إلى الحق. اللهم آمين. اللهم آمين. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. أتعلم يا ابن أبي دؤاد بأنني استغربت منذ البداية بأن ابن نوح يختلف إليك، وذلك لعلمي بالبون الشاسع بينكما. صاحب المنهج يا بدر لا يحرم أحدا من دعوته، وعليه كذلك أن يبرع في اختيار من يدعوهم إلى مذهبه. لقد توسمت في البداية خيرا أنني أستطيع هدايته، لكنني قد خانني تقديري ودفعت الثمن. لا بأس يا بدر، لا بأس، قد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، فما أثناه هذا عن إكمال رسالته في هداية البشر صلى الله عليه وسلم. إنني أتعلم منكم أشياء ما كنت لأتعلمها لو لم أعرفك، ولكنني أستغرب عدم اختلافك إلى شيوخنا على الرغم من أنهم يشيدون بذكائك وحسن بيانك. اتفقنا في المنهج يا بدر، واختلفنا في الطريقة والأسلوب. كيف ذلك يا ابن أبي دؤاد؟ الشيخ الماريسي وأتباعه يخاطرون كثيرا، وهم يرون هارون الرشيد وهو يصر في طلبهم، وأنا هنا لا أرى أي مسوغ لهذه المخاطرة، ولكن الحذر واجب. وأنا هنا لا أنكر جهد الشرفاء الذين يحاولون حمل هذه الدعوة ونشرها كأمثالك. ثناؤك هذا وسام على صدري وتاج فوق رأسي،
ولكن ماذا يا بدر؟ لست مرتاحا لبقائك في منزل محمد بن نوح هذا، وخاصة بعد أن حدث ما حدث. لا تقلق يا بدر، لا تقلق، سأبحث عن بيت غيره، فلا يسرني أن يسكن ابن أبي دؤاد دار جهالة وضلال. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقلب طرفي فوق رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا، وبالرمل مني نسوة لو شهدنني بكينا وقدينا الطبيب المداوية، فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا. بك يا ولدي، لما كل هذا الشرود والقلق؟ لا شيء يا أمي، لا شيء. منذ متى تخفي عن أمك ما تفكر فيه يا ولدي؟ أم أن الأمور تغيرت ودارت بك الأيام وأصبحت لك أسرارك التي تخفيها عن أمك؟ ولدك هو ولدك يا أمه، الأمر ليس كما تظنين. كل ما في الأمر أنني أحس أن نفسي قد شبعت وعقلي قد امتلأ من بغداد وعلمائها، ولم يبقى شيخ من شيوخ الحديث الشريف إلا وقصدته. تتوق نفسي إلى أبعد من ذلك. طالما أنك اكتفيت من علماء بغداد يا ولدي كما تقول، وأنا معك على هذا الرأي، فلما لا تجوب البلدان والأمصار تقصد علماءها وتطلب علمها وتجلو أخبارها، وستصل بذلك إلى مبتغاك بإذن الله يا ولدي. كيف السبيل إلى ذلك ونفقة السفر كثيرة ونحن بالكاد نؤمن قوت يومنا؟ إذا كان ما يحول بينك وبين السفر هو رقة حالنا وقلة نفقتنا، فالرازق لا ينسى عباده يا ولدي. وتذكر إن من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فالأمر كله بيد الله، فتوكل عليه يا ولدي. فهل عزمت أمرك وعرفت قصدك يا ولدي؟ أجل يا أمه، ومع ذلك كيف سأتركك وحدك؟ أنا في هذه الحياة من أجلك يا ولدي، وأقدر خوفك علي، ولكن هل عرفت أمك ضعيفة لا تقوى على مواجهة الحياة بدونك؟ لا تخشى علي شيئا يا ولدي، فالله خير حافظ وسأتدبر أمري. المهم أن وما ترحل إليه. لو أعرف فقط ماذا قالت له هذه المجنونة. لقد تأخر الرجل كثيرا، وأشد ما أخشاه ألا يعود أبدا. لا أظن ذلك، فقد قال إنه سيعود، ليس هنالك مسوغ لكذبه. لماذا تأخر إذن كل هذا الوقت؟ تعرفين مشاغله، قد يكون مرض أخته ما أخره، أو أن أمير المؤمنين أرسله خارج بغداد. ليس لنا إلا الصبر، وليس أمامنا إلا هو.
إلى متى سأصبر؟ أقسم إن لم يعد ليشتريها هذا الرجل لأقتلنها ولا أرينها من العذاب ألوانا. ما يعيبك يا زوجي أن غضبك يسبق عقلك. وما يعيبك يا زوجي أنك لا تملك عقلا ولا غضبا. ثم ماذا تقصد بي؟ هل أنا غبية؟ معاذ الله، قصدت لا شيء، كنت أمازحك يا جميلة. يا رب، لا أريد شيئا من هذه الدنيا إلا أن أترك بيت الشؤم هذا. وأنت أيها المنقذ الغائب، لما أتيت إلى هذه الدار وجعلتني أتعلق بأهداب أمل يبدو أنه لن يتحقق أبدا؟ يا رب، فرج عني ما أنا فيه.